اهلا بيكم مره تانية، ومعانا بقى الكابتن الكبير وليد صلاح عبد اللطيف، احد نجوم الزمالك اللي يعني دايما نسعد بوجودهم معانا، وكمان صاحب اراء يعني واضحه وثاقبه ولا يخشى في الحق لومه لائم. دي حاجه مهمه جدا ودي طبيعه فيه، وهو صاحب شخصيه. عشان كده طبعا في البدايه احب يعني اشكره على وجوده معانا، واسعد دايما بوجودك كابتن وليد معانا. حبيبي ربنا يخليك يا استاذ شادي، وانا سعيد طبعا اللي بطلع معاك كل فتره يعني، وسعيد طبعا اكتر في بيتي في نادي الزمالك او طبعا في قناه نادي الزمالك. تنورها دايما. ربنا يخليك ربنا يخليك. ماتش انبي في العادي، ماتشات الزمالك وانبي ماتشات تقيله ايا كان ترتيب انبي موجود فين، وكمان الماتش ده في مدير فني كبير زي الكابتن حلمي طولان، مع برضه مدير فني خبير في الزمالك فريرة. صحيح. شايف المباراه تبقى ما هتمشي ازاي، او اتجاه الطبيعي طبعا ان الزمالك يفوز ان شاء الله، بس يعني انت شايف اجواءها رايحه فين؟ خلينا اقول بس في البدايه رحمه الله على الشهداء طبعا بتوعنا طبعا، و ان شاء الله في الجنه باذن الله بعون الله. دي البدايه يعني. خلينا نتكلم على المباراه. احنا عارفين طبعا الكابتن حلمي طولان طبعا مدرب كبير وعنده خبرات وبيعرف ياخد اللي هو عايزه من المباراه، وخصوصا قدام نادي الزمالك يعني. الزمالك وانبي الماتشات بتبقى صعبه، بتبقى في الاغلب من ناحيه انبي الاعتماد على الهجمه المرتده او الكونتر اتاك في المساحات، وعندهم سرعات. مباراه صعبه، لكن الفروق الفرديه من وجهه نظري لعيبه نادي الزمالك اعلى بكتير، وده اللي هيحسم، وده اللي هتحسم المباراه. لان انت بالرغم انت التكتل الدفاعي قدام ال 18 هيطول شويه مع انبي، او هيطول في الجيم لحد الفروق الفرديه والتحركات من غير كوره هي اللي هتفرق لصالح نادي الزمالك ان شاء الله يعني. طيب في المشهد بتاع اللي هو الدفاع اللي هيبقى متوقع يعني نبقى فيه جزء دفاعي جدا من انبي، هل انا كفريرا وانت شايف يبدا بعمر السعيد اللي بيبدا بيه على طول الماتشات الاخيره، ولا سيف الجزيري المتحرك اللي ممكن يعمل حاله تحرك معين كده مع الخطوط الزحمه؟ يعني هو سؤال طبعا هايل في من الناحيه الفنيه، لكن ده اللي انا هشوفه من خلال المباراه. بمعنى لو انا بدات بسيف الدين الجزيري، هو عنده سرعات وبيلعب دماغه كويس برضه، ولعيب كوره وعنده خفه الحركه يعني اللي بتتميز عن عمر السعيد. عمر عايز الصندوق يسند بالظبط، والصندوق والكروسات والكلام ده كله. لو قلت لي يعني انا هبدا بسيف الدين الجزيري، برضه السرعات ممكن في هجمه مرتده على نادي الزمالك استغلها في السرعات في نص الملعب انبي. لكن عايز اقول لك ان الاثنين برضو مش يعني، لو انا بدات بعمر السعيد وحسيت ان في ضعف شويه في الحته الهجوميه، فعندي البديل اللي هو سيف الدين الجزيري. لكن الاثنين لعيبه كويسه وعندهم قدرات تهديفيه عاليه، لكن انا اميل شويه لسيف الدين الجزيري في بدايه المباراه. نظرا اللي هو حريه الحركه، وخلي بالك انت سيف الدين لما بيتحرك او بيطلع الاطراف بيبقى في الناحيه العكسيه، بيبقى بيكمل اوباما، بيكمل زيزو، يعني ال 18 مش بيفضى، لكن صحيح. الفكره كتر التحرك من غير كوره بيعمل خلل دفاعي. عمر السعيد ما عندوش الحته دي شويه، لكن سيف انا ابدا بيه وابدا التحركات من غير كوره، وابدا الحته العكسيه دي مهمه جدا اللي انا بكمل فيها. فمتهيألي سيف الدين الجزيري يبقى أمين ليه يعني في بداية المباراة. هنشوف بكرة طبعا. طيب صحيح. احنا عندنا غيابات واضحة جدا. في شيكابالا غايب، وإمام عاشور، وأيمن حفتي. وشيكابالا وأيمن الاتنين اللي كانوا زي ورقة رابحة جنب الراجل على الدكة يعني. إمام من الأساسيين. طيب مين اللي يكون مكان إمام؟ ومين اللي يبقوا أوراق رابحة للراجل على الدكة جنبه؟ خلينا نقول ان الراجل هو مقتنع شويه برؤى. احنا عارفين ان رؤى كان بعيد جدا الفتره اللي فاتت، لكن لما جه فيريرا ادى الراجل ده واشتغل، وهو لعيب كويس وعنده امكانيات كويسه.
وخصوصا لما الكره بتبقى في رجله عنده اللونج باص بيعمله كويس قوي. فانا شايف له انا مقتنع يعني هو مقتنع اللي هو ممكن يلعب رؤى جنب طارق حامد. يعني الاثنين هو طارق برضه بيثبت ورؤى بيشتغل الكره بتاعته. لكن لو جينا في حاله ان مثلا مش عايز يلعب رؤى ممكن يحط زيزو في نص الملعب جنب طارق حامد ويشتغل 4 1 4 1 وزيزو بس لو كان شيكابالا موجود ممكن كنت لعب زيزو جنب طارق. لا ما هو خلي بالك ما هو شيكابالا برضه خلينا نقول اللي هو لما بينزل بيبقى بيعمل فارق بيبقى ليه شكل عشان كده انا قصدي انه ما يبدأش في غياب عاشور لو لعبت زيزو فيبقى عندي حد برضه صاحب شخصيه هجوميه زي شيكابالا هو يساعد هو لكن انا اخسر ليه زيزو في خط الوسط والعب بيه في خط الوسط. لا انا ما بخسروش خلي بالك مش معنى اللي هو ان انا بلعبه في نص الملعب يبقى ده خساره خالص. ده ممكن يبقى اضافه جايه من تحت ما حدش شايفه في التصويب في الاختراق وهو عنده ما شاء الله الحته دي وعنده الحته البدني عاليه عنده ف مش معنى ان انا لعبته في نص الملعب رقم 8 يبقى انا خطورته هتقل خالص. لكن في حاله ان انا عايز استغل دي دماغ فريرا يعني ان زيزو في الحته اليمين متالق فيها وشغال بشكل كويس وفي نفس الوقت هو مقتنع برؤى فممكن طب ليه اعمل تغيير كبير؟ ما انا احط طارق حامد ورؤى واسيب زيزو ناحيه اليمين بتالقه بالفتره اللي ما شاء الله ماشي شكله كويس قوي والناحيه الثانيه اشرف بن شرقي واوباما وسيف الدين جزيري فانا استغل الرباعي او الخماسي في حاله زياده من نص الملعب في الحاله الهجوميه. فانا شايف ان نادي الزمالك دلوقتي وصل لحاله من التجانس ومن الحب باينه جدا والتجانس الفني والبدني في نفس الوقت. فمش خايف لو لعب رؤى يعني انا مش خايف في نص الملعب لو لعب رؤى اللي هو ما بيدافعش كويس مثلا او اللي هو البدني مش واقف على رجله. لا انا شايف طارق حامد ورؤى لو اشتغلوا في نص الملعب اعتقد اللي ما بقاش فيه خوف شويه او ما فيش قلق ودي زيزو التالق بتاعه لناحيه اليمين ما فيهاش مشكله خالص. طيب تشوف التشكيل يبقى ازاي؟ هيبقى ابو جبل يعني بص خلينا نقول ان زي ما قلت لك ان مفيش فرق كبير قوي دلوقتي يعني انت لو جيت لعبت محمود علاء او عبد الغني او الونش ما شاء الله الثلاثه كويسين جدا كويسين. طبعا يعني خلي بالك ده يحسب للجهاز الفني يحسب ان انت مش عارف انا وانت نحط تشكيل صحيح يعني محمود علاء كويس محمد عبد الغني كويس والونش نفس الشيء هايل دي حاجة إيجابية مش سلبية يعني اللي هو بيتفرج علينا دلوقتي يقول ما تقول لنا يا عم تشكيل أقول لك لا ده هي الحالة الإيجابية إن أنا مش عارف أحط تشكيل من جاهزية اللعيبة ودي حاجة تحسب للجهاز الفني طبعا فلو حطينا أي حد من الثلاثة هيشتغل بشكل مزبوط. كويس اللي رجله في الملعب يعني ناحية الشمال هيبقى فتوح ناحية اليمين أعتقد حمزه المسلوسي لو حازم جاهز يعني لو حازم هو بيعتمد على حمزه معظم الاوقات لان هو راجل في الملعب والراجل بدني كويس حازم برضو تعرف الاصابات ولسه راجع صحيح فعشان ما يتعورش نص الملعب طارق حامد ورؤى اوباما بن شرقي زيزو سيف الدين الجزيري ده من وجهه نظر التشكيل اللي هو الامثل من وجهه نظري لكن لمواجهه امش لو حصل فيه تغيير برضو دي حاجة إيجابية لأن برضو اللعيبة كلها واقفة على رجلها بشكل كويس وخلي بالك أنا يعني أو من فترة كنا بنحط مثلا 10 أو 11 بعيد طبعا عن أبو جبل يعني بنحط 10 لعيبة هم دول اللي جاهزين صح؟ صحيح لكن دلوقتي أنت برضو محتار شوية في بعض الأماكن لأن اللعيبة كلها جاهزة باستثناء من وجهه نظر حازم امام لو فاق شويه عشان الاصابات عشان الاصابات لكن كل اللعيبه في حاله فنيه عاليه جدا وباين عليهم الاصرار وباين ان في روح كده روح واستقرار ما كانش موجود وخصوصا بعد المجلس اللي جه برئاسه طبعا مستشار مرتضى بقاله شهرين بس على فكره يعني شهرين بس الامور ماشيه كويس ما انت ماشي من وقت ما جه في تقريبا شبه استقرار او نسبه كبيره من الاستقرار ده بينعكس على اللعيبه او احنا شايفينه في الاداء داخل الملعب اللي انت برضو بتكسب في الوقت الضايع اللي انت اللعيبه كلها ما فيش مشاكل دلوقتي يعني حته التجديد اللي عايز يجدد اهلا وسهلا اللي مش عايز
خلاص نادي الزمالك يقف على احد، يعرف يجيب لعيبه كويسه. صحيح. طيب فكره انه كابتن حلمي موجود ده بيدي يعني ضغوط اكتر على الزمالك باعتباره قديم ومدير فني قدير. فالحاجات اللي زي دي بتفرق عند اللاعب ان هو يبقى عارف اسم المدير الفني وطبعه وطريقته كلاعب زملكاوي، يعني بيقابل في النادي زي انبي وعارف ان المدير الفني بتاعه يعني قدير وكبير كلاعيبه. ما اعتقدش ان بيبقى في تركيز كلاعب اللي هو عامل حساب المدرب التاني. هو اللعيبه بتبقى مركزه على اللعيب اللي هيلعب قصاده في الملعب، فده ممكن تلاقيه في تركيز. يعني انا مثلا شادي هيلعب عليا او انا هلعب على شادي، فانا في دماغي اللي هو بذاكر قبل المباراه بيتحرك ازاي او اعدي منه ازاي الكلام ده. لكن كمدير فني اعتقد ان المدير الفني فريرا او الجهاز الفني ويركز على طريقه لعب كابتن حلمي طولان، واعتقد ان برضه اسامه نبيه عنده الخبرات وعارف لعب الكابتن حلمي طولان، فطبيعي هينقل الكلام ده لفريرا. لكن كلاعب بيركز مع مدرب مع لا دي صعبه، يركز مع اللعيب اللي في الملعب اللي هيقابله اللي هيلعب قصاده، ده بيبقى التركيز الاكبر يعني. صحيح. طيب احنا شفنا فريرا لما جه في فبراير لعبنا الثلاث مباريات في افريقيا لم نوفق فيهم، ما بين خساره قصاد الوداد وتعادلين قصاد بترو وبعدين تعادل قصاد سجرادا، ثم انتفضنا مره اخرى بقى قصاد مع دخول الدوري. فانا بشرح او بقول عشان النغمه اللي ماشيه، انا بقول كوليد صلاح بقول ان بطوله افريقيا في السنوات الاخيره اضعف كتير فنيا عن السنوات الثانيه اللي فاتت يعني، وعن بطوله الدوري اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي. صحيح. طيب ده ياخدنا لسؤال بقى فني. وهو احمد سيد زيزو. تمام. ثبات المستوى عنده ان شاء الله. ازاي اي لاعب بشكل عام يبقى عنده حاله ثبات مستوى؟ هو يعني خلينا نقول ما شاء الله على زيزو، ربنا يزيده يعني ويظهر في المستوى ده. هو الراجل بشكله يعني مركز في الكوره. صحيح. مع ان جات له فتره انتقدناه وقلنا، لكن سريعا رجع لنادي الزمالك ورجع مستواه ورجع اللي هو التالق بتاعه، فهو مشي بشكل من احد اسباب فوز الزمالك في الماتشات اللي فاتت. وصلنا للقمه ووجود الزمالك على راس الدوري كان جزء. صحيح. منه هو هداف الدوري اساسا يعني. بالظبط. وفي برضه بيطلعوا يقولوا هداف الدوري كله بلانتيات، هي بلانتيات دي ما بتحسبش. ما هو بطل يجيب، هو شغال دلوقتي حاجه ما هو تانية. يعني برضه يعني الكلام مستفز كده شويه اللي هو طب هي البلانتيات دي مش ضمن، ما هو المثل بيقول ما لقوش في ورد عيب الاحمر خدين يعني بيدوروا على حاجه. فلا انا شايف اللي هو ما شاء الله ماشي بشكل كويس، يفضل كده بس مركز في الكوره، يسيبه من الميديا واللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا. حته زعلان انت من السوشيال ميديا؟ فظيعه والله. يعني انا الواحد لما بيقول كلمه او بيطلع في برنامج ويقول حاجه تلاقي الدنيا اتقلبت. والكلام بيتغير. المشكله ان انت لو قلت بيتحرف لا مش تحرف، ده بيتغير خالص يعني، فاهم ازاي؟ فهي الامور صعبه في السوشيال ميديا، وتحس ان برضو ان في موجه يعني. في لجان او في حد يعني ليه شله كده بيبقى كلام موجه يعني. الثقافه او التفكير في كده ان انا يعني اخد انذار سهل ليه كده؟ لا انا عندي تاخد انذار مثلا لو انت شلت جون او عملت فاول مؤثر او الكلام ده كله، لكن ما اروحش انا بكل سهوله كده ما تبرعش بالانذار يعني. بالظبط. اتبرع بالانذار، طب ما ده هياثر عليك. صحيح. مشكله كبيره. بس انا متصور انه كان رساله لجمهور الزمالك، لانه وقتها طلع هو كان قال تصريحات في احدى برامج ايام وقتها في رمضان، البعض يعني قال عليها حاجات، ف كان عاوز يوضح زملكاويته ان هو يعني موجود في الزمالك ومستمر في الزمالك. ده كان وجهه نظر يعني. ممكن، بس انا شايف اللي مالهاش علاقه يعني. يعني جمهور الزمالك كبير وبيقدر، حتى لو زعل من زيزو بيصالحه على طول. الجمهور اللي بيصالحه، فالجمهور فاهم وواعي، حتى لو انت ما عملتش كده انت ادائك في الملعب كويس. مبرر حتى لو ما جبتش جون. صحيح. فانت الاداء
الايجابي اللي انت اللي جمهور نادي الزمالك شايفه واحنا شايفينه، فده مبرر كبير للجمهور نادي الزمالك ان انا راجل زملكاوي. صحيح. وبعدين خلينا نقول ان انت عايز تمشي من نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك هيعمل ايه؟ خلاص برضه. فهي الفكره ان مش لازم اوضح لجمهور نادي الزمالك، لان هو بيفهم، جمهور نادي الزمالك كبير وفاهم. فانا ما اتبرعش زي ما انت قلت ان انا اخد انذار، حتى لو الكلام ايه الكلام ايه يعني اللي انت ماشي ان انت رايح مع الكلام اللي بيتقال يعني. احنا في وقتها دلوقتي احنا في الملعب، تأدي ربنا كرمك بهدف، اتبرعت وخدت انذار وده غلط ولازم يعني افكر في الموضوع ده. لكن ضغط، هتقولي ضغط عصبي عليه وعايز يوضح للناس وعايز، ما اعتقدش ان الامور دي دلوقتي بتمثل ضغط عصبي كبير على اللعيبه، وخصوصا ان مفيش جمهور اصلا، يعني مفيش جمهور كبير حضور اللي انت تسمع النقد وانت في الملعب، دي حاجه صعبه جدا. فانت بالتالي ما عندكش ضغوط جماهيريه في الملعب او اثناء الجيم، فما كانش ليها مبرر ان انت تعمل كده. لكن زيزو لعيب هايل بصراحه. طبعا هو كمان امير قال، امير مرتضى قال في تصريحات امبارح ان والد زيزو هيقعد قريب معاهم عشان يعني التعديلات اللي عايزين يعملوها في العقد تتعمل، ودي حاجه برضو يعني نحيي فيها اداره الزمالك انها تقدر تغير في عقد هي شايفاه محتاج تعديل واللاعب يوافق. بص يعني ده حاجه ايجابيه طبعا طبعا، لكن ما بحبش ان يعني امير ماشي بشكل كويس ويعني مركز مع الفرقه، فما كنتش بحب مثلا او مش حابب ان الكلام ده يبقى في الاعلام ان انا هغير عقد زيزو وبتاع وما اعرفش ايه. لا ليه الصراحه بعد ما اغير، لا ما هو بعد ما اغير وبعد ما اعمل اقول مثلا حابب ان نادي الزمالك الاخبار بتاعته ما تطلعش او تتعرف، خصوصا اللي هي الحاجات العقود يعني. لكن انا ممكن امير طبعا ليه وجهه نظر، لكن انا كنت حابب ان انا بعد ما اخلص العقد واظبط الدنيا اطلع اقول يعني كنت اتمنى كده. لكن اكيد امير ليه وجهه نظر اللي هو يقول الحاجه دي في التوقيت ده. صحيح. وممكن تكون رساله. رساله ما انا بقول لك يعني دي الكواليس بقى يعني. وامير ذكي طبعا. ده حقيقي. فهو ممكن هو قاصد يقولها في الوقت ده عشان حاجه معينه هو ادرى بيها طبعا وبشؤون الفرقه. صحيح. طيب بالنسبه لفيريرا ووجوده في الزمالك، هل شايف انه وجوده هيفرق في الموسم الجديد؟ لان هو عقده ممتد معانا للموسم الجديد. وبالتالي هيفرق في اختيار صفقات، هيفرق في زياده استقرار فني في الزمالك، وبالتالي الحاجتين دول يؤدي الى حصول على بطولات. انا شايف ان الراجل مدرب كبير، بس هي الفكره كلها برضو ان انا لازم ادعم. هي دي النقطه. يعني احنا لو جينا بصينا ان التشكيله اللي موجوده دلوقتي نادي الزمالك لعيبه كبيره واسامي كبيره، باستثناء طبعا مش هنعرف مين اللي هيجدد ومين اللي هيمشي. لكن لو اتكلمنا ان المجموعه دي موجوده كلها واضفت عليها ثلاث اربع لعيبه في اماكن معينه، اعتقد ان ده هيبقى اضافه جامده لفيريرا نفسه. ان في التشكيله اللي موجوده دي بالاداء اللي ماشي، زائد لما انا بضيف صفقات جديده، زائد ان انا شخصيتي قويه وجهاز فني محترم وفي تناغم، اعتقد ان الامور لازم يعني بعد توفيق ربنا هتوديك في حاجه كبيره. صحيح. ان انت تحقق بطوله او بطولتين او ثلاثه، وليه لا؟ لكن اعتقد يعني التدعيمات مهمه جدا في الموسم الجديد مع فيريرا. طب ايه المراكز اللي انت شايف ان الزمالك محتاج دعم فيها؟ مش معناه انه يمشي اللي موجودين. أيوة. لا، يدعم المراكز دي. هنبدا من ورا، من المساكين مثلا. يبقى مساك في محمود شبانه معار للاتحاد، ما شفناهوش. محمد عبد السلام يعني شبانه انا ما شفتوش او ما شفناهوش، ما شفناش الضغوط او اللي هو يتعرض لضغط مع فرقه زي حجم نادي الزمالك في بطولات والكلام ده كله. لكن خلينا نقول لو شبانه موجود ولسه برضه فيريرا ما نعرفش هيقيمه ازاي،
هنقول لحد دلوقتي محتاجين مساك. باك رايت. تمام. مهم جدا. عمر كمان لعب واحد. بس هو مش باك رايت. انت عاوز باك رايت اصل. اصل عمر انا استغله قدام. يعني استغله قدام في الحته الهجوميه يعملها لي كويس قوي. لكن الباك رايت انا عايز اجيب باك رايت. وكان احلى هداف الدوري الموسم اللي فات. بالظبط. فانا عايز باك رايت حافظ. باك رايت اتربى في المكان ده. يعني اتربى في الحته دي. فباك رايت وعايز ديفندر. مهم جدا لازم يبقى فيه واحد. ديفندر. بس المركز ده لا يعني مشاكله كتير. ما هي الفكره انا انذارات صفقاته تبقى كتير. وامكانياتنا الزمالك في الحته الماديه طبعا احنا ما نعرفهاش يعني. لكن ديفندر انت محتاج اثنين. ولو طارق حامد قعد ما نعرفش هيقعد ولا يمشي. هنعتبره يقعد ان شاء الله. طيب يبقى دي طارق حامد واثنين ديفندر وهنشوف رؤى الراجل هيقعد ولا مشي. لكن لازم يبقى في بديل في اثنين. يعني في اثنين بجانب اللي موجودين. راس حربة. راس حربة عنده امكانيات عاليه سرعات وقوه. اربعه او خمسه عشان كده انا بقول فرقه كامله يعني. انت ما عندكش بديل 10 اوباما. هو ما بيلعبش ب10 اساسا دلوقتي فرير. هو بيلعب بثلاثه بس لو الظروف سمحت يعني. محتاج جناح يمين او شمال بجانب الموجودين. خلي بالك بجانب الموجودين. ايوه انا فاهم. يعني لو حد مشي لا يبقى انت محتاج اثنين. فهي يعني لو بن شرقي مشي يبقى انت محتاج اثنين في المكان ده. لو بن شرقي موجود محتاج حد مع بن شرقي. صحيح. ولازم يبقى في ناحيه اليمين اجيب مين وناحيه الشمال اجيب مين. وفي نص الملعب هلعب بثلاثه. طيب يبقى ثلاثه مثلا طارق حامد وفي اثنين ديفندر واحد فيهم بيعرف يشتغل ثمانيه. ما هو على حسب فيريرا هيشتغل ازاي. هبدا اختار سته رقم سته. طب وثمانيه يبقى انا عايز اثنين ثمانيه او اثنين سته. ما هي حاجات فنيه للمدير الفني اللي قاعد هيلعب ازاي ولا هيشتغل ازاي. صحيح. لكن لو اختصرنا الصفقات دي بجانب الموجودين محتاج راس حربه وديفندر مبدئيا بس كده. وبعد كده ثالث حاجه افكر فيها الباك رايت. دول مهمين جدا الثلاثه دول. عندي الامكانيات اللي انا ازود. ابدا بقى اخش في اللي انا بقوله. لكن ثلاثة أساسيين من وجهة نظر نادي الزمالك السنة الجاية لو الإمكانيات محدودة يبقى ديفندر وباك رايت وراس حرب. مين منهم يبقى لاعب أجنبي؟ راس الحربة ولا ديفندر ولا الباك رايت؟ بص يعني لا الباك رايت أنا بستبعد طبعًا. مفيش حاجة اسمها باك رايت أجنبي. ممكن الديفندر أو راس الحرب. ديفندر مش راس الحربة. لا مش لازم. لان انا مثلا 4-3-3 لو انا عايز اجيب لعيب نص ملعب رقم 8 لا في الدوري المصري من وجهه نظري رقم 8 مش موجود. مش كتير. عشان ما لعبناش. احنا طول عمرنا بنلعب 4-2-3-1. فانت عشان تجيب رقم 8 في الدوري المصري هم افضل جدا. اثنين رقم 8 في مصر موجودين في الزمالك امام عاشور وزيزو. بالظبط. ما بالظبط. فلا وكان ده من ضمن الاسئله اللي بنسالها كيروش اللي عاوز تلعب الاثنين دول هم دول يلعبوا لك الاثنين هم دولت والسوليه. يعني خلينا نتكلم بمصداقيه شويه السوليه والاثنين دول طبعا. لكن تقول لي اجنبي يبقى نص الملعب 8 رقم 8 وراس الحرب. هم ده اللي ممكن ده ممكن اجنبي فيهم. دي المراكز اللي انت شايف ان زيك لو هيجيب اجنبي يجيب فيها يجيب في الاثنين دول. لكن مساك لا باك رايت لا 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 لا, لا شايف ما اجيبش اجنبي انا في الحته الدفاعيه. ما اجيبهاش عندنا هي عندنا انت هنا انت شايف ان في مصر في اسماء تنفع في الزمالك بين اللي هي مين يعني طبعا وجهه نظرك كده تنفع. لكن رقم 8 مش موجود في مصر. وراس الحربه مش موجود. احنا نعاني من الاثنين طبعا يعني. فهي الاثنين دول من وجهه نظري اجنبي. طيب احنا هنطلع لفاصل دلوقتي. بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف وهنتكلم معاه بقى في اتحاد الكوره والمنتخب ومحمد صلاح وحاجات كتيره جدا. اهلا
اهلا بيكم مره ثانيه. معانا لسه الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، واعلنوا خلاص الحكام بتوع مباراه الزمالك، هيكون حكم الساحه الكابتن محمود البن، والمساعد الاول محمود ابو الرجال، مساعد ثاني هاني عبد الفتاح، والرابع عمرو عايد، والفيديو وائل فرحان. كابتن وليد، هل الاسماء التحكيميه دي تجعل يعني جمهور الزمالك يقلق ولا يطمئن؟ اعتقد ان التحكيم، انا شايف اللي هو حكام دوليين وسمعتهم كويسه، يعني السمعه الفنيه طبعا صحيح في الملعب، فانا شايف ان محمود البنا من احسن الحكام الموجوده دلوقتي على الساحه. صحيح. وقراراته بنسبة 90% صح يعني. فده بيخلي الثقة، بيدي ثقة لجمهور نادي الزمالك ان في حكم دولي ومعاه طقم دولي برضه، اللي هو باثق فيه في قراراته، اللي هو مش بيتعرض للضغوط، ما بيتعرضش، عنده شخصية وحاجات كده، شخصية، وعنده اسمها ايه، بيتقال يعني واثق من نفسه، ما بيخافش. فدي امور طبعا تحسب لنادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك، اللي هو يبقى واثق في التحكيم او الطاقم التحكيمي اللي هيدير المباراه يعني. صحيح. بمناسبه التحكيم، المشاكل التحكيميه الفتره اللي فاتت كانت كتير، اتحاد الكره يتعامل معاها ازاي، خصوصا انه الفتره اللي جايه هي فتره تجميع نقاط، والخطا الواحد من التحكيم لاما يعني يبعد ناس على المنافسه أو يقرب ناس من الهبوط. الفترة اللي فاتت أنا شايف إن كان في، من وجهة نظري طبعًا يعني، كامل احترام للجنة الحكام، لكن في أمور غريبة حصلت الأسابيع اللي فاتت في التحكيم، اللي هو بلغة الكرة اللي أنا بنقذ فريق، إنقاذ فريق من تعادل أو من خسارة، بأمور يعني ده الفار موجود. الفار موجود، فانت بعد ما تبص على الفار برضو يعني تاخد قرار غلط، وغلط بمسافه كبيره جدا يعني ما فيهاش شك. فانت يعني بتنقذ فريق، انت بتنقذ فريق، فهي دي المشكله، ان انت ممكن تنقذ فريق وتوقع فريق زي ما انت بتقول. فالقرارات صعبه جدا، قرارات صعبه. فانا اتمنى بقى لماتشات نادي الزمالك ان يبقى في حكام دوليين على مستوى عالي، واسم او اسماء ما عليهاش غبار. او اسماء ما بتخافش. لان الامور اللي فاتت دي كلها، الفتره اللي فاتت يعني، لا صعبه يعني، ضربات جزاء بتتحسب ما لهاش علاقه بضربات الجزاء. هتيجي تقولي طب ده نادي الزمالك اتحسب له ضربات جزاء، بس ضربات جزاء صحيح يعني، هي ضربات جزاء، لكن مش ضربه جزاء بمسافه بعيده جدا واحسبها ضربه جزاء. طب كابتن جمال علام من الناس المصرح بتصريحات ليه الفتره الاخيره، اتكلم عن انه راضي عن التحكيم بنسبه 70%، وانه مع اعلان عقوبه الحكم اللي هي ايه؟ ايا كان، انا ما اعرفش. ما هو لا يعني، احنا ايقافه مثلا، ايقافه؟ ما هو برضه فيها ظلم. معلش، ان انا مثلا غلطت في مباراه، رحت جايب يعني اوقفك الدوري كله؟ لا يعني هيوقفوا مباراتين، اسبوع، طب شهر. الفرقه اللي انت بقى ظلمتها دي ايه اللي يحصل؟ لا ده انا عاقبك، امرها عند ربنا بقى. ما هو انا عاقبك كحكم لو القرار اللي انت خدته ده بعيد عن الحقيقه. لا ده هنزلك درجه ثانيه وثالثه ورابعه. وتلعب، ما اوقفكش. لحد لما اشوف الامور. لكن ان انت دلوقتي جيت انقذت فريق ومع ان القرار غلط مثلا، خطا فني، بالظبط، رحت وقفتك ماتشين ثلاثه اربعه، وبعدين طب الراجل، الفرقه دي اللي انت عملت ظلمتها دي، يعني حقها يروح فين؟ لا، فانا اسيبك تشتغل عادي، بس انا انزلك درجه ثانيه وثالثه ورابعه. طب ما هو هيظلم اخرين. لا دي امور ثانيه بقى. دي امور ثانيه. لكن ان انا لا، ما هو الانسان فينا اللي بيخطئ، ما هو بيتعلم. صحيح. لان انت ما تبقى حكم دولي او ليك اسم
وعاقبك وانزلك درجه ثانيه او ثالثه، واحنا عارفين طبعا الماتشات عامله ازاي في درجه ثانيه او ثالثه، صعبه جدا. فانت هتراجع نفسك مليون مره. صحيح. لان هتلاقي الجمهور عندك في الملعب. انا شايف ان القرارات دي كده، لكن ما تقوليش هخصم منه، ما هوقفه، لا ما توقفوش. انت مش مع اعلان العقوبه ولا مع اعلان العقوبه على الحكم؟ لا، ما يعني لجنه الحكام بقى خدت القرار مثلا ان ده اخطا في حاجه فنيه. انا مش معها، مش معها بصراحه. اصل انت كده بتقلل من هيبه لجنه الحكام كلها. مش من الحكم نفسه. لكن لو في حاجه غلط مش هعلن، لكن الراجل ده هنشوفه في درجه تانية او ثالثه، يبقى هنا هنعرف اللي هو اتعاقب ساعتها. لكن معلش. طيب انا اميل للاعلان. اوكي، لكن انا هسالك عايز فضائح. لكن احنا هنعرف. اسالك لفكره، هل تفضل انت الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، يعني صاحب الاسم والخبره في الكره المصريه، هل تفضل ان يبقى عندنا رئيس لجنه حكام اجنبي زي ما في بعض الدول العربيه عامله؟ مش عيب. مش عيب. مش عيب. وانا بجيب خبرات. طب انا ليه كنت بجيب مدير فن اجنبي؟ ما هي خلي بالك. صحيح. يعني انت بتجيب مدير فن اجنبي، طب ما انا اجيب رئيس لجنه حكام اجنبي. الناس تتعلم منه، مش عيب. صحيح. ما هو احتراف. فشايف ان احنا محتاجين برضو يعني، حتى لو مستشار فني، حتى لو يعني بلاش عشان ما نحرجش الناس، محاضر او اي حاجه. حط اي مسمى يعني. لكن يبقى في حد اسم يشوف الموضوع التحكيم، لان احنا بقالنا فتره كبيره جدا بنتكلم في حاجه التحكيم. طب هنحلها ازاي؟ هنحلها هنجيب حد محترف يعلمنا، مش عيب، ما احنا بنتعلم في الكوره. صحيح. مش كده؟ نتعلم في التحكيم برضه. ايه رايك في اتحاد الكوره بقى؟ ناحيه ايه؟ يعني قراره باختيار الكابتن طبعا، كلنا بندعم دلوقتي الكابتن ايهاب جلال لا شك، لكن فكره اختياره لمدير فني محلي واصراره عليه. يعني بعيدا انه يعني نتمنى النجاح للكابتن ايهاب، ما تكلمش على الجزء الفني يعني، تكلم على الاختيار. وفي نفس الوقت في اللحظه دي وقت الاختيار كان الكابتن حازم والكابتن بركات يميلوا للاجنبي. لكن اللي خلاص الاغلبيه حكمت بالمصري وجاء الكابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال عشان الثقه، يعني الجمهور ممكن مش كله عنده حاله ثقه ناحيه الكابتن ايهاب. ازاي الكابتن ايهاب يزرع الثقه دي عند الجمهور المصري؟ خليني في البدايه، طيب في الاول اقول ان مجلس الاداره او مجلس اتحاد الكوره يعني هو كلف بركات وحازم ان هم يشوفوا مدير اجنبي، مدير فني اجنبي، مدير فني عموما او الاجنبي يعني. وكانوا الاثنين طبعا اسامي كبيره بيميلوا للمدير الفني الاجنبي، وده اللي كان واضح يعني. حته ان انا اكلف اسمين كبار بمدير فني اجنبي واخد انا قرار مدير فني مصري، ده بيعمل لغط، بيعمل مشكله، بيعمل بيقلل من اسماء الناس دي قدام الراي العام. ما تقوليش اغلبيه، ما انا كلفتك في البدايه، ما انا كلفت اتنين واتنين واثق فيهم واسامي كبيره، فخلاص هم يشوفوا المدير الفني بتوع الكوره في المجلس بالظبط. فانا بالتالي اسيبهم بقى هم اللي يختاروا. لكن ان انا يحصل بقى اللغط ده ويحصل التشتت ده ورأي اغلبيه، اعتقد ان دي ستاره او حاجه اتقالت كده عشان الموقف نفسه. صحيح. فكنت اتمنى ان القرار يبقى فيه تخصص ان حازم بركات خلاص هم ملف المدير الفني. طيب اجي بقى على حته المدير الفني المصري او ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال انا بحبه. تمام. هتقول لي بتحبه ليه؟ اقول لك انا شايف طول عمري او طول الفتره اللي فاتت يعني بشوفه اللي هو الراجل المدرب الوحيد المصري اللي ممكن في اثناء الجيم بيلعب بيغير الطريقه 3 4 مرات. ماتشات بيلعب بثلاثة، ماتشات بيلعب باربعة، ماتشات بيلعب باربعة ثلاثة ثلاثة، يعني عنده الاوبشن اللي هو الفني اللي هو بيشتغل بيه، فانا بحبه كراجل فني يعني. منتخب مصر انا شايف اللي هو ان شاء الله يبقى ايجابي يعني. حته بقى
هو بيتهاجم شويه، انا شايف اللي هو عشان ما عندوش ظهير اعلامي يعني، اللي هو ما لعبش اهلي وزمالك يعني نتائجه هتحدد يعني، وما لعبش اهلي وزمالك يعني. يعني اعتقد اللي طب كابتن سيد بدري لعب اهلي وخد بطولات مع الاهلي وما كانش عنده الدعم يعني، ما ده في الاخر بس في وقت معلش في الاواخر يعني. لكن ايهاب جلال انا شايفه اللي هو مدرب كويس وعنده امكانيات النجاح، لكن حته بقى خلاص هو راجل مسك، لازم الدعم الاعلامي مهمه جدا سواء من اهلي او الزمالك يعني. لان انا الفتره اللي فاتت دي لما قالوا ان الكابتن ايهاب هيمسك، انا فوجئت ان في ناس كتير بتهاجمه يعني، ما اعرفش بتهاجم لصالح مين، ما هو مصري يعني وليه حق اللي هو يمسك، ودي تاني مره تقريبا. مش لازم الهجوم يكون لصالح حاجه اكتر من يبقى هو الهاجم لوجهه نظر يعني معينه وخوف على المنتخب من وجهه نظره، مش مصلحه بيهاجمه يعني اللي هاجم يعني. انا ما اعرفش والله صدقني، لكن ممكن هاجمه فنيا يعني، ما هو اكيد الهجوم كان فني، ما هو ممكن هجوم فني لصالح حد تاني فاهمني. لكن ممكن ممكن انا اعترض على كابتن ايهاب جلال، ممكن شادي يعترض على كابتن ايهاب جلال، لكن خلاص اللي في ايده القرار خد القرار ان ايهاب جلال منتخب مصر. كيف بقى؟ ما هو الدعم الاعلامي، لا الثقه اللي دلوقتي انا عشان ادعمك لازم يعني تروي بياضك زي ما بيقولوا. فبالتالي مباراه غينيا ومباراه اثيوبيا ومباراتين يعني مباشره يعني ما فيش مثلا معسكر طويل قبليها، مفيش مباراه وديه، اتعامل معاها ازاي كابتن ايهاب؟ طيب خليني اقول لك بس، ارجع تاني لحته ان المقارنه او الناس اللي بتهاجم كابتن ايهاب جلال. طب انت عندك مين مصري يمسك منتخب مصر؟ هتقول لي في اسماء اتقالت. طيب انت بتقارن دلوقتي، انت بتقول هو مثلا ما عملش نتائج مع الفرق اللي مسكها، طب غيره عمل نتائج ايه؟ ما عملش، لانه كانوا مرشحين يعني. انا بتكلم بوجه عام يعني. فهو عمل ايه المصري ده اللي هو المدرب المصري؟ لكن انا شايف يعني كابتن ايهاب جلال من الناس المديرين الفنيين العاليين يعني كويس من وجهه نظر. انت مؤمن بيه فنيا ودي حاجه كويسه. ده يخليني اسالك، احنا كمنتخب مصر وبالتالي الكره المصريه كلها عندها معضله ومشكله كبيره قوي في مركز الباك اليمين. الباك اليمين صحيح؟ انت شايف كابتن ايهاب يحل المشكله دي ازاي؟ هو بقى الراجل اللي درب في الدوري المصري وعارف اللي شاف كل عناصره اللي عارف الكويس فيه والوحش وعارف كل التفاصيل. نحل المشكله دي ازاي؟ ومش مركز ده بس، في كلام برضو على قلب الهجوم تمام؟ لو خطته هتكون ماشيه مع التوتالة الدوري اللي شغال 4-2-3-1 ولا مع الصفوه بتاعت الدوري اللي شغال 4-3-3 سواء الزمالك او بيراميدز او الاهلي. خليني اقول لك ان حته الباك اليمين يعني هو شايف الكابتن ايهاب طبعا شايف الدوري ومتابع وكان في الراجل ماسك يعني، فعارف اللعيبه. انا كنت عايز اقول حاجه الاول ان مش شرط، ارجع للسؤال بتاعك بس قبل ما اجاوب على ده، مش شرط معسكر كبير عشان او فتره طويله عشان احفظ لعيبتي طريقه اللعب. وخصوصا ان انت مصري مدير فني مصري مش اجنبي. صحيح. لو الاجنبي هقول لك اللي هو محتاج وقت تاقلم واللعيبه والكلام ده كله، لكن كابتن ايهاب جلال مع اللعيبه اللي موجوده وطريقه اللعب والاختلاط اللي موجود في الدوري العام ده مش محتاج فترة كبيرة عشان احفظك طريقة اللعب، هي مجرد بس الحتة الذهنية او التركيز بتاعك ان انت تعرف فكر ايهاب جلال. مجرد الكلام هتعرف تنفذ، لان انت لعيب كبير ولاعب محترف كلاعب مصري يعني. فمش محتاج وقت كبير عشان احفظك طريقة اللعب من وجهة نظر. طيب هتقول لي في مشكلات او مشاكل في المراكز، الفكرة كلها ان انت ممكن اجيب لعيب باك يمين ايا كان الباك يمين ما لعبش دولي واحطه في الحته دي. انت بيبقى عندك مشكله كمدير فني ان انت الراجل اللي انا حطيته ده واول مره يلعب دولي، واعتقد اللي هو بيتساءل برضو نفس السؤال، هتأدي كويس ولا مش هتأدي؟ طب انت ما عنده مثل عنده محمد عبد المنعم
مع كيروش، ما لعبش دولي ولا لعب في النادي الاهلي اساسا قبل ما يلعب في المنتخب. احمد ياسين برضه لاعب البنك الاهلي، عمل كيروش الحكايه دي معاه، وهو يبقى عنده الجراه، وعمر كمال عبد الواحد عنده امكانيات. يعني هو عنده امكانيات لعيبه، لكن انا بقول لك اللي هو لو الراجل اللي حطه ده ما لعبش دولي ما قداش هيتقال عليه ايه هو كإيهاب جلال؟ انه حاول وما نجحش عادي يعني. ما نجحش، ما هو انت برضو الفشل ما يرجعلوش، لان ما انت لعيب قدامي في الدوري. يعني برضو في نقطه مهمه يا شادي، انا عايز يعني ركز معايا فيها، اللي هي انت راجل لعيب بتلعب اساسي في فرقتك ايا كان، بس انت ما لعبتش دولي. طب انا جبتك ومن ادائك وحطيتك في منتخب مصر، لقيتك مش على قد المستوى او دون المستوى او اقل، طب انا هعمل ايه كمدير فني؟ ما انا شايفك كويس. صحيح. هي دي المشكله. فلازم الراي العام او الصحافه عموما بوجه عام يبقى فيه مسانده، لانه اكيد الكابتن ايهاب هيختار لعيبه جديده. هو قال هيختار ال 40 لاعب. 40؟ للماتشين. كتير قوي 40. لان وراهم ماتش ودي. يعني احنا هنلعب غينيا واثيوبيا دول الرسمي، وبعدين نلعب الثالث ماتش ودي. يعني هما ال 40 هيبقى في معسكر ماتشين؟ هو قال كده. طب ما ده كتير جدا، هتركز مع مين؟ كمدير فني. هو اللي قال مش انا والله. لا صدقني، يعني انا شايف الكابتن ايهاب لا كتير 40، لان انت 40 يعني هتشتغل معاهم ازاي؟ كتير جدا ان يبقى 40 في مره واحده في الملعب، ده غير المحترفين، ده كمان ده غير ان انت مثلا هتعمل مجموعه الصبح ومجموعه بالليل برضو كتير. يعني انا شايف كتير بصراحه، وما عندكش الفتره. انت شايف انه يدخل المعسكر باربعه 25 لاعب اللي هم يأدوا الماتشين المهمين، وبعد كده بقى هو معسكر طويل او يبقى عنده وقت تاني يظبط فيه الحاجات دي، وخصوصا ان انت راجل كنت ماسك الدوري المصري، عارف يعني كل حاجه، عارف كل حاجه، فانت هتاخد 40 ليه؟ ما هو 40 دي اللي انت ما تعرفش اللعيبه، مدرب اجنبي جاي فمش عارف يشوف الامكانيات. لا ده انت حافظ الدوري وعارف اللعيبه، تاخد 40 ليه؟ يعني هي دي النقطه بصراحه، انا بختلف مع كابتن ايهاب في الجزئيه دي. يعني صحيح. هو على كل حال الكابتن ايهاب يعني نتمنى ليه التوفيق طبعا، وانه الماتشين اللي جايين يعني يا رب من الدار للنار زي ما بيقولوا. ولسه الكلام والله يعني انا مش شايفها كده برضو يا شيخ. ازاي يعني انا مش من الدار للنار؟ معلش برضو كويس، يعني انا شايف ان انا بقول لك ان انا معجب بكابتن ايهاب جلال كمدير فني، لكن برضو ما دي مش حجه او سبب برضو. ما انت حافظ الناس، انت حافظ اللعيبه كلها في الدوري المصري، فانت ما عندكش الاوبشن اللي انت تقول يعني من انا جيت فجاه. لا هنا بقى معلش هضطر اقطعك. طيب في اللحظه دي كمدير فني مصري ايا كان التوافق عليه قد ايه، لكن في اولى مبارياته وهو لم يدرب منتخب من قبل، تمام، فدي اولى مباراته مع المنافس الاساسي على الورق، يعني هو المنافس الاساسي ليك غينيا، تمام، اي نتيجه سلبيه هتؤثر على مين؟ علينا كلنا، عليه الاول وعلينا في تاثير. ايوه قطع عليك هنلبس على اليد، قصدي تاثير مباشر هتبقى عليه، وبالتالي عشان كده بقول وصف من الدار للنار. طب احنا لو كسبنا هيبقى مكسب ليه قبل ما يكون مكسب لينا كمان، لانه هيديله الثقه، ده واحد، وهيخلي الجمهور يثق فيه. صحيح. عشان كده ان الماتش فيه ضغوط. انا يهمني الفوز عن الاداء. طبعا يعني ما حد يعني انا بتكلم على الفوز دلوقتي، يعني طبيعي مش هدور على الاداء. مش عايز اداء، لكن برضه ولو عملنا اداء مش هقول لا برضه. ما يضرش. لكن انا عايز اقول برضه اللي مش من الضرر للنار. يعني برضه مع احترام للكابتن ايهاب. يعني انا شايف ان انت حافظ لعيبه الدوري كلها، ولعيبه الدوري لعبوا 4 3 3 ولعبوا 4 2 3 1 ولعبوا 3 4 3، لعبوا كل الطرق اللعب. الفكره كلها امتى تتحرك وامتى ما تتحركش، هي دي بقى اللي ايهاب جلال هيقولها. كويس، انت بقى شايف كابتن ايهاب جلال هيلعب بأني خطه؟ لا 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 ما اعرفش، ما اقدرش احكم. يعني هو هو طبعه بيلعب 4 يعني في بيراميدز اخر تجاربه 4 3 3 واخر تجارب المنتخب 4 3 3 والزمالك بيلعب 4 3 3 والاهلي بيعمل نفس الشيء. انا بحب 3 4 3 3 4 3 3 4 2 1 بالدقه يعني. يعني انا بحبها، انا لما كنت ماسك في نادي الزمالك كنت بلعب على طول 3 4 2 1. يعني انا بحبها،
لكن هي محتاجه جهد عالي قوي، محتاجه جري كتير قوي. ف كابتن ايهاب انا شايف ان هو بيحب يلعب بالطريقه دي، لكن الامكانيات اللي قدامه مش بتساعده. طب دلوقتي بقى كل حاجه دي. لا مع الافضل في كل إمكانيات شيء، امكانيات بدني وذهني وتركيز، هتطبق لي دي ولا لا؟ وبعدين دي بقى محتاجه شغل محتاجه حفظ. فما اعتقدش اللي هو هيشتغل بيها، هو هيشتغل باربعه عادي، لكن حته بقى التغييرات في نص الملعب وهتاخد مين ومش هتاخد مين وهتلعب 10 ولا ما، برضو كل ده يرجع لكابتن ايهاب ما نقدرش نحكم عليه. فاعتقد ان ممكن يشتغل 4 3 3 او 4 2 3 1 بس مع تغيير، ممكن في وقت من الاوقات اثناء الجيم يشتغل ب 3 نص ملعب. فيحط لعيب اللي هو يشتغل 10 ويشتغل نص ملعب في نفس الوقت. وطبعا لما هنشوف القايمه اللي هيختارها هي اللي هتدينا الاشاره بتاعه هو رايح على بيفكر في ايه. مين اللي هيشتغل ب 10؟ اشتغل ب 10 ب 4 2 3 1 يبقى لو جاب 2 10 يبقى خلاص كده رسمي هيلعب 4 2 3 1 صحيح. طيب قبل ما نروح لمحمد صلاح عاوز اقول اسالك في رايك على انه اتحاد الكوره افتكر الدوري القديم الكاس القديم وهيلعبه اهو ازيك يلعب يوم 23 مايو قبل نهائي الكاس اللي فات يعني ولسه دور الثمانيه اساسا ما تلعبش بتاع نفس الكاس اللي هو ماتش الاهلي وبيراميدز وهيلعب الجديد في شهر 6. يعني الحاله دي توصفها بايه؟ هو في البدايه هو كان المجلس الجديد لما جه قال مش هنلعب الكاس القديم صحيح مش كده؟ قالوا تصريح يعني والمستشار مرتضى طلع قال لك مش هلعب الجديد الا ملعب القديم فلعبوا القديم طب انت ليه بتقول التصريح؟ يعني برضو حاجات صعبه وحاجات لازم يبقى في متحدث اعلامي وبعدين ما تطلعش تقول مره واحده كده او في انفراد افراد بيقولوا قرارات لان انت قلت مفيش كاس ودلوقتي هتلعب الكاس. انت عندك الوقت اللي انت تشتغل او تحط المواعيد. طيب وبعدين احنا قلنا ان 3 ايام واربع ايام في اللي بيشارك في افريقيا والكلام ده كله ما نفذتش الكلام ده يبقى ايه الجديد؟ بس الرابطه مش الاتحاد الرابطه يعني الرابطه قصدي يعني انا نسيت الرابطه الرابطه يعني. طب انت ايه انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ انت دلوقتي القديم كان ايه؟ المجلس القديم كان ايه؟ ما هي كان كده اللي انت قلت 3 و4 وبعد كده رحت مأجل بالاسبوع والاسبوعين. طب واحنا دلوقتي في الرابطه بقى الجديده رحت مأجل اسبوع واسبوع ليه؟ ما تلعب 3 و4 ايه المشكله يعني؟ وبعدين القائمه 30 عامر حسين طلع دلوقتي وقال انه لن يكون هناك تأجيلات اخرى اشمعنى؟ اشمعنى بقى؟ ما فيش وقت ما في وقت لا ما انا بقول له هو ما اعرفش عشان ما فيش وقت ما فيش وقت. طب وانت لقيت الوقت كفايه اللي حصل يعني وقال لك عشان اعرف اخلص الدوري في 8 ما ينفعش اجل تاني خلاص اللي تاجل خلاص هو ده اللي يتاجل. طب ما انت قلت الكلام ده قبل ما تاجل ما هيبقى خلاص هو افريقيا بتنتهي اهي خلاص يعني انت عندك كده كده ماتش الاهلي مع الاسماعيلي اتاجل انا بتكلم قبل ما يسافروا هم رايحين الجزائر واذا الاهلي صعد الى النهائي هيبقى عنده مباراه يوم 25 مايو مع استر كامبري والنهائي يوم 30 فيبقى عادي ويلعب بقى قبليها الله اعلم ده اللي هيحصل ولا لا يعني ما هي لا هيأجل ما اكيد هيأجل يعني طبعا. فهي المشكله التصريحات يعني انت في الاول قلت مش هتأجل وبعدين اجلت وقلت اربع ايام وثلاث ايام ما حصلش الكلام ده ودلوقتي بتقول ما فيش تأجيلات لا انا بقول لك هيبقى في تأجيلات صحيح مش كده؟ ما نقدرش نحكم فعلا لان انت التصريحات قبل كده حاجه والفعل حاجه لا امور صعبه جدا وامور ما فيش اختلاف كبير يعني هي الاسماء بس يعني من وجهه نظر اللي هي الرابطه والكلام ده كله لكن الرابطه مع كامل الاحترام طبعا للناس الموجوده انت قلت هيبقى في سيستم وهيبقى في نظام جديد وهيبقى خلي بالك في ليس دفاعا عن الرابطه لكن هم موسم اول تقود فيه الرابطه الحكايه دي فبرضه ممكن يبقى في اخطاء وتتصلح المهم انه بعد كده ما يحصلش الحكايه دي ما هو ايه الجديد؟ ما هو طول عمرنا عايشين في ايه؟ في حته التأجيلات وكان نلغي الدوري ولا ما نلغيش الدوري بس ما كناش شهر 10 استنى بس خلينا نكمل وهنلغي الدوري ومش هنلغي وهنكمل والكلام ده كله جت الرابطه خلاص المفروض اتعلمت بقى من اللي فات مش كده؟
طيب طب انت اتعلمت ايه؟ ما انت برضو اجلت، مع انك قلت برضو مش تاجل. ما هي الاخطاء في التاجيلات. انا ما بقولش، انا ما بتكلمش على فريق بعينه صحيح، لكن انا بتكلم ما بيراميدز عنده ماتشين والمصري عنده ماتشين متاجلين او ثلاث ماتشات. ايوه كده. ليه؟ ما هو ليه ما تشتغل اربع ايام يعني اللي هو تاجل ليه؟ ما هو القائمه 30 لعيب ليه؟ ولا 25 لعيب ليه؟ ولا 35؟ هم 35، 30 كبار و5 صغار. طب الناس اللي ما بتشاركش اصلا، ما هو انت، ما انا مزود القائمه عشان كده، حاله الاجهاد وحاله التجهيز والكلام ده كله. فانت هيبقى عندك فرقتين بيلعبوا. يعني فانت خلاص ما تعمل بقى القائمه 20. صحيح. طيب نروح لسؤالنا الاخير. لا مش الاخير، قبل الاخير. وهو شايف ان محمد صلاح يستمر مع ليفربول ولا ينتقل لدوري اخر؟ انا شايفه اللي هو يكمل مع ليفربول. شايف كمان خلاص هو عمل اسطوره، اسطوره صحيح. حيه ما شاء الله عليه في ليفربول، فاتمنى ان هو يكمل. يكمل بالانجازات والارقام الخرافيه اللي بيعملها، فمش مع انتقاله لاي نادي تاني بصراحه. معاك حق، مش كده؟ كلنا هذا ما اعرفش صلاح هو عنده راي تاني. انا مختلف عن الناس. شكرا كابتن وليد على وجودك معانا، ودايما نسعد بيك، وان شاء الله نلتقي مره اخرى يعني في حوارات يعني قادمه تكون اطول من كده وافضل من كده اكيد ان شاء الله. حبيبي، ودايما انا سعيد جدا كنت معاك شادي. الله يخليك.